يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، تقسيم الإمام ابن القيم رحمه الله لصيام عاشوراء إلى ثلاث درجات، هل هذا حسب الروايات؟ نعم، في زاد المعاد قال إنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام، أكملها أن يصوم ثلاثة الأيام، يوم قبله ويوم بعده ثلاثة أيام، لأن جاء في الرواية صوم يوما قبله ويوما بعده بالواو، وجاء في رواية صوم يوما قبله فقط ولم يقل أو يوما بعده، في رواية ثالثة صوم يوما قبله أو يوما بعده، وهذه رواية ضعيفة يقولون، الصحيحة صوم يوما قبله، هذه الصحيحة. وابن القيم جمع بين الروايات قال أكملها أن يصوم ثلاثة الأيام، وإذا صام اليومين قبله أو بعده هذا أيضا سنة، وإذا صام يوم عاشوراء فقط ولم يصم يوما قبله أو يوما بعده فهذا سنة أيضا. نعم.